وسلموا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ہمارے پردار کر رہے ہیں خوشبخت انداز میں حضور کی بارگاہ میں سنا ہم پیش کر رہے ہیں بہت ہی پیارے کر کے کیونکہ پاک انہوں نے پڑھایا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بخاری شریف کے اندر اتنے لوگ موجود ہیں اور دوسرے پاک کی آواز میں ہیں تو مل کر میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں دوسرے پاک پڑھیے. سیدنا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پیشانی کے مابین لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے. مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیے. سمیع اللہ کریم صلی اللہ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تعلم السنة بشاء وأنت العزيز الرحيم. أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والقدرات من القلوب والشفوف والأوهام السامرة بالقلوب عن حضانة عن الغيوب فقد ارتضي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكون وبحر الدنيا والأمر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين وارنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك نعما طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحفظنا بها حفظ الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع طاعة قلوبنا
أحيينا ودنيا هذا وكن صاحبنا من سفرنا وضيفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون الغي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا مسيح والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فأنزل العزيز الرحيم لننذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وآله وأصحابه
الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين سيدنا كريم صدق الصادق